يا بنتي كلي بشويش شويه، ده هي وجبه واحده اللي بتاكليها وطول اليوم بتلفي على المكتبات. اصل انسه ليلى صديقه لكل المهمشين في سور الازبكيه، فاكره نفسها تبقى حتشبسوت. انت عارف اصلا مين حتشبسوت دي يا فالح؟ حبيبتي حتشبسوت مش دي اللي بيغنوا لها حتشبسوتي حتشبسوت قفلوا عليك يا حلوه تموت؟ طب يلا يا اخويا خلص بقى لو عايزني اوصلك. الله اكبر. لا يا جماعه اخويا بقى محترم مش ممكن يا رافع راسي. لا 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 معقوله يا حبيبي؟ معقول لابس وجاهز قبل الساعه 8؟ لا 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 تتحسد يا حبيبي. خلاص يا ماما النهارده في بيبرز جديد. ربنا يحميك يا ابني. ومن النهارده في تامر جديد كمان. تامر جديد ازاي يعني؟ انا اتخذت قرار كده ان انا مش رايح المدرسه بعد كده خلاص كفايه. بس يا ولد ويلا خدي معاكي عشان ما تعطلش على المدرسه. يلا طب يلا روحي حضري العربيه وانا نازل لك دلوقتي. شيك اول بدله مش دي بتبقى نازله بشورت برضه احيانا. حبيبي ما تزعلش من بابا، محرم بيحبك وعايز مصلحتك. عارف يا ماما عارف. الحاكم بامر الله كان طاغيا دكتاتور مطلق، اصيب بالخلل العقلي وادعى الالوهيه واصدر قرارات غريبه جدا، يعني مثلا حرم اكل الملوخيه والسمك اللي من غير قشر ومنع الناس انها تنزل اعمالها في النهار، يعني خلى النهار ليل والليل نهار، وبرضه منع السيدات من انهم يخرجوا من بيوتهم. ليلى عباس الدميري مصره برضه تعمل مداخله. اتفضلي. انا قريت يا دكتور كتاب بيقول عكس كده خالص، اسمه الحاكم بامر الله الخليفه المفترى عليه لعبد المنعم ماجد. برافو عليك يا ليلى، انت قريتي كل الكتب دي؟ وانا يا دكتور ما عنديش اي هوايات تانية غير القرايه، بس اللي محيرني ان شخص واحد في التاريخ يكون عليه حكمين عكس بعض. انا فاهم قصدك يا ليلى، الحاكم بامر الله بالذات اختلفت عليه اراء كل المؤرخين لانه هو نفسه مر في حياته بمراحل مختلفه. في الاول كان معتدل جدا وبعدين بقى طاغيه ومجنون وفي الاخر تصوف وتقشف، عشان كده اختلفت عليه الاراء. طب انا ممكن اقرا ايه تاني؟ انا اشتريت بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن اياس. لا 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 اركني ده شويه دلوقتي، انا عاوزك الاول تقري للمقريزي لان ابن اياس تقريبا جه كمل بعد المقريزي. وبعد ما اقراهم؟ وبعد ما تقريهم هتيجي تقفي تدرسي للطلبه. ادرس للطلبه؟ ايوه انا واثق ومتاكد يا ليلى ان محدش هيدرس بعد للطلبه غيرك انت. انت بنت حلال يا استاذه، لقيت لك اللي بتدور عليه. معقول يا عم صادق الاجزاء كامله؟ لا هو ناقص جزء هحاول اجيبهولك. يا العربيه فين؟ لا انا راكنه بعيد مش عايزه اتعبها. ربنا يخليك يا استاذه، لو عايزه اي حاجه قولي لي وانا اجيبها لك من تحت تقطيق الارض. انت عارف اي طبعه قديمه بشيل على طول. ولا تحت امرك. الف سلامه. انا بعتذر يا اشرف بيه، مش عارف ايه لاخر ليله لغايه دلوقتي. تحب حضرتك نبتدي لوحدنا؟ لا لا يا محرم الغايب حجته معايا. لا يا جماعه احنا لا يمكن ناكل غير لما انسه ليلى تيجي، نستناها شويه كمان يمكن وراها مشوار ولا حاجه. مشوار؟ مشوار ايه؟ لا 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 انا بنتي من البيت الجامعه ومن الجامعه للبيت على طول. تلاقيها على السور. ولد سور؟ سور ايه بالظبط يا طنط؟ لا لا يعني هو قصده سور نادي الزمالك، اصل هي بتحب تلف على البوتيكات هناك. ايوه انا قصدي سور نادي الزمالك، اصل هي فعلا بتحب تلف على البوتيكات هناك. اخلص اقعد ساكت. هو انا بقترح ان انتوا تنطروني من الليله دي بدل ما ابوظ لكم القعده. اخرس اخرس يا ولد. حاضر يا ماما. انست وشرفت يا اشرف بيه. مساء الخير. تيجي الاخر كده، وايه الهدوم البهدله اللي انت لابساها دي؟
روحي وضبي نفسك شويه، عامله زي الشحاتين. ليه هو في ايه؟ هاي ازيك يا اشرف. هاي ازيك يا ليلى، عامله ايه؟ معلش سوري مش هقدر اسلم عليك، ايدي مطربه من الكتب. اوكي ايه ده كله بقى؟ دي كتب قديمه جايباها من سور الازبكيه. اها جبتش انا حاجه من عندي يا رجاله؟ اهي بتقول لكم سور الازبكيه الهانم اعترفت بلسانها. وفيها ايه يعني؟ سور الازبكيه ده متعتي الوحيده. الفوائد النفيسه الباهره في بيان حكم شوارع القاهره. ما تمسكش الكتب دي يا اشرف بيه، دي مليانه تراب، ده انا بخاف يكون فيه حشرات. طب انا بقول بقى يا جماعه ان احنا نبتدي نتعشى، احنا اخرنا اشرف بيه قوي. ليلى حبيبتي روحي اغسلي ايديكي وتعالي عشان نتعشى سوا. يلا يا ليلى خدي اشرف بيه معاكي لحسن ايدي توسخت من مسكه الكتب. يلا اتفضل. اتفضل اتفضل. ميرسي قوي يا استاذ اشرف. تامر. ايوه ماما. تعال هنا اقعد جنبي يا حبيبي. لا يا ماما انا هقعد مكاني. تعال هنا اقعد جنبي. ايه الزغره دي؟ حاضر يا ماما. اتفضل يا اشرف بيه. ميرسي يا طنط. ايه ده كله؟ انت عامله وليمه ولا ايه؟ وليمة ايه؟ انت تستاهل اكتر من كده بكتير، ده العادي بتاعنا يعني. ده العادي بتاعنا؟ في امان يعني انت بتعملي لنا كل يوم ديك رومي ولا؟ في حاجة غريبة بقى يا استاذ اشرف، مامي فيها طبع غريب، تفتح التلاجة الموجود يسد اذا كان بقى فاهم ديك رومي، نص خروف، نص عجل فاهم؟ بس انا يا جماعة عايز اقول لكم على حاجة، انا شايف قدامي عصفورتين كناري، ايه رأيك كده يا حبيبتي؟ هيا ليلى، تحب تاخدي من ديك رومي ولا من اللحمة؟ انا شايف ان اللحمة طعمة قوي. هو انا ماليش في اللحمة قوي يعني. ايه نباتية؟ يعني بحاول. انا بقى حيواني. ايه يا مامي هو ياكل اللحمه لوحده ولا ايه يعني؟ اديني بقى في اللحوم زي ما انت عايز. حاضر يا حبيبي. لا ده كتير، لا ده كتير كتير قوي عليا ده. ميرسي ليك. في بورسعيد. اهلا وسهلا. اهلا 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 يا باشا. اهلا اهلا اهلا. اتفضل يا باشا اتفضل. سي انا مش عايز اي مكالمات ولا اي حد يدخل علينا، مفهوم؟ اهلا يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل يا باشا اتفضل. سيدي اتفضل يا باشا. انا مش عايز اعطلك يا عبد المتعال بيه، لكن اعمل ايه بقى، انت المحامي بتاع العيله، والحقيقه انت بالنسبه لي وبالنسبه لنا كلنا مش مجرد محامي، لا انت واحد من العيله فعلا، واحد اقدر اثق فيه واستشيره. طبعا طبعا يا بيه. بس بيه كويس. الحقيقه انا جاي لك النهارده في حاجه مهمه قوي، انا عايز اعرف امتى وازاي اقدر استلم ميراثك. انا قلت مش عايز اي مكالمات. مين؟ استاذ كريم؟ قولي له هيكلمك بعدين. الله انا عندي اجتماع مهم دلوقتي. الله اهلا وسهلا بيبرس بيه. اهلا وسهلا. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ الميراث. طبعا من حقك تستلمه في اي وقت، بس هو طبعا في شويه اجراءات ومجلس حزبي واوراق، ودي حكاية هتاخد لها شوية وقت. طب يا ريت حضرتك بقى تعمل الإجراءات دي فورا، ويا ريت كمان ما تجيبش السيرة بالحكاية دي لبابا، على الأقل دلوقتي يعني. من غير ما تقول يا بيبرس بيه.